الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، مرحبا بكم من جديد مع منهج المنطق للصف الثاني الثانوي. طبعا احنا عرضنا الحصة الأولى بعض موضوعات المنطق، اللي هو الموضوع الأول تعريف المنطق ونشأته، وعرفنا طبعا في تعريف المنطق أن له تعريف لغوي وله تعريف اصطلاحي. ومن التعريف الاصطلاحي بالذات عرفنا أنه من العلوم المعيارية. يعني يا أولاد علوم معيارية؟ يعني العلم اللي بيستخدم أو بيستخدمه العلوم الأخرى في صياغة النظريات بتاعتهم. يعني هو علم بيفيد العلوم كلها والعكس غير صحيح. فالمنطق من العلوم اللي بتستفيد منه جميع العلوم، سواء كانت علوم طبيعية أو إنسانية، حتى الرياضيات نفسها بتستفيد من المنطق. عشان كده هو بيضع قواعد عامة للتفكير السليم، فما بيختصش بلون معين من ألوان التفكير. وعرفنا برضو الحصة اللي فاتت إن الإنسان العادي ممكن يكون بيستخدم المنطق في حياته اليومية دون أن يدري أن ما يستخدمه هو منطق، وأن ما طبقه في التفكير هي قاعدة من قواعد المنطق. وخدنا أمثلة على كده، ومن الواجب عليك ان انت برضو تعرف امثلة مماثلة متشابهة مع الامثلة دي، علشان لما يقول لك هات مثال من عندك تبقى انت فاهم وقادر تجيب مثال سليم زي الامثلة اللي في كتاب المدرسة. خدنا بعد كده شباب نشأة المنطق وتطوره، وعرفنا ان المنطق ده بيختلف حسب العصر اللي بيسود او بينتشر فيه. والعصر اذا كان ثقافته تعتمد على التفكير العقلي الخالص جاء المنطق صوري، وإذا كان التفكير معتمد على الواقع المتغير جاء المنطق تطبيقي. ثم استعرضنا مع بعض بعد كده نشأة المنطق في العصر اليوناني، وخدنا الفيلسوف والمؤسس الأول لعلم المنطق وهو أرسطو. والعصر الإسلامي خدنا الفارابي والإمام الغزالي. أما بالنسبة في العصر الحديث أو في أواخر القرن 19 حتى العصر الحالي جاء المنطق مطابقا للرياضيات، فاستخدم الرموز والأرقام بدلا من الألفاظ، يعني استبدل الألفاظ بالرموز. عشان كده عرف المنطق ده باسم المنطق الرمزي. وزي ما انتم شايفين قدامكم كده دول فلاسفة المنطق في العصر الحديث، سواء بيكون أو ريني ديكارت أو بريتراند راسل. النهاردة هنتكلم عن أهمية دراسة المنطق. المنطق ممكن يفيدنا كلنا على المستوى العادي وعلى مستوى العلماء والباحثين، وممكن نوجز أهمية المنطق في الآتي: إن المنطق ده بيساعدنا على هنفهم مبادئ وأسس وقواعد منهج يسمى الاستدلال. الاستدلال ده منهج تفكير لكل العلوم بأنواعه، يعني في استدلال مباشر واستدلال غير مباشر، في استدلال استقرائي، في استدلال استنباطي، وده هنعرفه إن شاء الله من خلال دراستنا طول السنة. إنما الاستدلال ده كمنهج تفكير ضروري ولا بد منه لأي عالم أو باحث. مين اللي بيعلمهنا ومين اللي بيفهمنا أسس وقواعد هذا المنهج؟ هو المنطق. لدرجة إن من أهمية الاستدلال في بعض الكتب عرفت المنطق بأنه علم الاستدلال، بيساعد الباحث على أنه هو يميز بين الأدلة السليمة والغير سليمة، الكافية والغير كافية، المقنعة والغير مقنعة. أيضا بيحرر الإنسان من تأثير العاطفة، من تأثير العوامل الذاتية كلها، سواء كانت عاطفة، استهواء، ميول، اهتمامات شخصية، اتجاهات سياسية، كله ده ما ينفعش يتدخل في أحكامنا الفكرية السليمة أي المنطقية، بل لابد أن يكون الإنسان موضوعيا في تفكيره وفي أحكامه. فعشان كده المنطق هو اللي بيكسبك صفة الموضوعية وبيحررك من تأثير العوامل الذاتية اللي هي من أهمها العاطفة والاستهواء والتأثر بالإشاعات. المنطق أيضا هو اللي بينمي عندنا القدرة على الفرز التفكير والتمييز فيه بين ما هو سليم وما هو خاطئ، أو ما هو قوي وما هو ضعيف، السلبيات والإيجابيات في هذا التفكير. فهو بمثابة الفلتر أو المصفاة اللي بنضعها على عقولنا علشان
ما نعتنقش اي افكار يمكن ان تفسد علينا حياتنا. المنطق ايضا بيساعدنا على ان احنا نختار الفاظنا بدقة، واحنا اتفقنا مع بعض ان اللغة مهمة بالنسبة للفكر، فلا يوجد فكر بدون لغة ولا يوجد لغة بدون فكر، لان حتى اللغة نفسها لو مش وراها افكار تبقى يعني لغة جوفاء، لغة بلا معنى، لغة غير مفهومة. كذلك الامر المنطق ده بيساعد على تنمية الروح العلمية. ده كان مجمل الفوائد اللي ممكن ناخدها من دراستنا لعلم المنطق. يبقى معانا بقى موضوع مهم جدا، وهو العلاقة بين المنطق واللغة. العلاقة بينهم وثيقة جدا، وتبدو مرتبطان ومتلازمتان كالعلاقة ما بين وجهي العملة. لا يمكن ان نتصور ان في عملة بوجه واحد. فده بيتضح من خلال الاتي، ان المنطق ده بيدرس تفكير. طيب والفكر ده ملوش قيمة بدون اللغة. حتى الافكار اللي بتدور في دماغنا واحنا بنفكر بشكل صامت هي بتتشكل على هيئة جمل والفاظ. واللغة اللي ما بتعبرش عن فكر بتعتبر لغة ملهاش معنى او جوفاء. لذلك العلماء قالوا ان الفكر هو لغة ولكنها غير منطوقة، واللغة فكر ولكنه منطوق. وانا بقول لكم النهاردة ان اللغة هي وعاء الفكر، فاذا كان هذا الوعاء نظيف فيعبر عن فكر سليم 100%، واذا كان هذا الوعاء متسخ فيعبر عن ما بداخله رغم نظافته انه هو متسخ. فعشان كده بنقول اذا كانت الفاظك ركيكة، لغتك ضعيفة، غالبا ما ده بيأثر على افكارك. عشان كده تعريف الانسان بانه حيوان مفكر يتساوى تماما مع تعريفه بانه حيوان عاقل. وعالم من علماء النحو العظام يدعى ابو حيان التوحيدي، ده شاف ان في شبه كبير ما بين المنطق وبين النحو، باعتبار ان النحو هو الممثل الاعظم بالنسبة للغة العربية. فقال ان النحو ده منطق لغوي والمنطق نحو عقلي، اي ان النحو بيحط لنا قواعد والمنطق بيحط لنا قواعد، بس النحو بيحط لنا قواعد للغة والمنطق ايضا بيضع لنا قواعد ولكن للعقل. من اهم موضوعات المنطق يا اولاد ايضا الاستدلال اللي احنا اتكلمنا عنه من لحظة. الاستدلال ده بننتقل فيه من مقدمات لنتائج او من معلوم الى مجهول. ما ينفعش ننتقل منهم او من المقدمات للنتائج او من المعلوم الى المجهول الا باللغة. فعشان كده لا يمكن ابدا ان نستغني عن اللغة في دراسة المنطق، لان الاتنين مرتبطين بايه؟ ببعض، وليهم علاقة قوية جدا. عشان كده احنا بندرس النهاردة اللغة دي تحت مسميات كثيرة، منها الحدود المنطقية، ده المسمى الخاص بينا، ومنها القضايا المنطقية. فهنبدأ اولا بالحدود المنطقية. نتساءل دايما ايه هو الحد المنطقي. الحد المنطقي يا اولاد دايما انتوا شايفين قدامكم كده تعريفه لفظ، وممكن يبقى مجموعة الفاظ ينفع يكونوا جزء من الجملة اللي احنا بنتكلم طرف فيها. يعني الطرف ده اما ان نخبر عنه، ده انتوا اللي بيسموه المبتدا، والطرف الثاني نخبر به شيئا عن الطرف الاول، وهو ده الخبر بتاعه. يعني المسمى والموصوف بتاع المسمى، الصفه بتاعته، الصفه، انا اسف، اللي هو الموصوف والصفه. فاذا كنا المسمى ده هو الحد الاولاني وهنسميه اسم ان شاء الله في درس القضايا، فالصفة بتاعته هنسميها حد تاني ولي اسمي ايضا عندنا في الدرس اللي جاي. فعشان كده اي جملة في اللغة العربية فيها طرفين، طرف بنخبر عنه وده الحد الاول، وطرف بنخبر به وده الحد التاني. عشان كده الحد ما يعبرش عن الجملة كلها، الحد يعبر عن جزء واحد من الجملة يكونك تصور في عقلك، انما ما يديكش معنى كامل. المعنى الكامل بتدهولك الجملة. الحد ده زي ما احنا قلنا لازم يكون طرف في جملة بس من النوع الخبري، وده برضو في الدرس اللي جاي هنقول اشمعنى النوع الخبري، يعني الجملة الخبرية بالذات، لان انت عندك جمل تانية انشائية، انما ده لا يصلح لدراسة المنطق اللي هي الجمل الانشائية او العبارات الانشائية، من امر ونهي واستفهام وتعجب ونداء الى اخره، وده طبعا لينا كلام فيه ان شاء الله في الدرس القضايا. لو نشوف المثال اللي قدامك ده، القاهرة اهي، تصوره لفظ بيديلك تصور في عقلك،
ايه مالها القاهره؟ ممكن تبقى مدينه كبيره، مدينه جميله، انما انا ما قلتش حاجه لسه. لما اجي اقول بقى عاصمه جمهوريه مصر العربيه، يبقى كده انا كونت معنى بالحد الثاني كده، لان الحد الثاني هو اللي اكمل الجمله وادالها معنى، فاصبحت جمله مفيده. فهنا تصبح الكلام كله هو القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه قضيه، بس القاهره لوحدها كلفظ لوحده كده حد، والاربع الفاظ الباقيين اللي هي عاصمه جمهوريه مصر العربيه ده حد اخر، وده ياكد لنا ان الحد المنطقي مش ضروري يبقى لفظ واحد، وبرضه مش ضروري يبقى مجموعه الفاظ، ممكن يكون الاثنين. يعني انا لما اقول مثلا مصر دوله افريقيه، يبقى مصر لوحدها حد منطقي ودوله افريقيه حد منطقي اخر. لما اقول الطالب المجتهد في دروسه او في مذاكرته متفوق في الامتحان، يبقى الطالب المجتهد في دروسه ده حد، ومتفوق في الامتحان ده الحد الاخر. انا في المرتين اديت اكتر من لفظ للحد المنطقي. انا ممكن اقول الحديد معدن، اهي جملة مفيدة بس من لفظين، الحد الاول حديد ومعدن الحد الثاني، وكلاهما كل واحد منهم حد ايه؟ منطقي. لما نيجي نصنف الحدود هنصنفها من حيث نوعين، كمل والعدد بتاعها والكيف. هنبدأ الأول بالكم، من عندنا نوعين أساسيين في الكمل والحد الجزئي والكلي، وبعد كده هيطلع لنا حد بقى يربط أو يكون ممكن هو يكون أقرب لواحد منهم اللي هو الجمعي، إنما التصنيف الأساسي هو الحد الجزئي والحد الكلي. الحد الجزئي ده يا أولاد هو زي ما أنتم شايفين بيطلق على حاجة واحدة بس، على مسمى واحد بالذات، ولا يطلق على غيره. زي ما أقول مثلا في المثال اهو قدامك نهر النيل اهو، انا ما ينفعش اجي على اي نهر في العالم اقول اللي عليه نهر النيل. كذلك الامر يا جماعه لما اجي انا اقول مثلا العقاد، ما ينفعش اجي انا على اي شخص اقول عليه او اسميه ايه او اطلق عليه كلمه العقاد. معذره، فاحنا اتفقنا ان اللفظ اللي بيتقال على شيء او مسمى واحد بالذات هو ده الحد الجزئي. لما نيجي نقول مثلا اول الخلفاء الراشدين ده حد جزئي، لما نيجي نقول الهرم الاكبر بالجيزه ده حد جزئي، لما نقول هرم خوفو ده حد جزئي. اما الحد الكلي بقى ممكن يكون العكس، اللي هو الحد الذي يطلق على اكثر من فرد او شيء، بس اهم حاجه يكون لهم نفس الصفات ويطلق على كل واحد منهم لوحده. زي لما نقول برضو نهر نقول جبل، دي كلها تعتبر يا جماعة حدود كلية. ليه؟ لانه يطلق على اكثر من مسمى. طبعا انتوا شايفين قدامكم هو لما نيجي الامثلة، يعني نقول هرم، نقول مثلا ده كل يطلق على اهرامات الجيزة، على اهرامات سقارة، على ايه الاهرامات بشكل عام. لما نقول نهر يطلق على نهر النيل، على نهر الدجلة، على نهر الفرات. لما نقول مثلا جامعة يطلق على كل الجامعات الخاصة والحكومية، يبقى ده يعتبر حد من الحدود ايه يا شباب، من الحدود الكلية. الحد الجمعي بقى هو الحد اللي بيطلق على كذا حاجة برضو، ده زي الكلي لاشتراكهم في نفس الصفات برضو زي الكلي، بس ما يطلقش على كل واحد لوحده، لازم يكونوا مجتمعين. زي لما نقول جيش نقول قبيلة، نقول عشيرة، أمة، فرقة، سرب، دي تسمى اسم الجموع، أو إحنا بنطلق عليه باسم الحد يا جماعة، الحد الجمعي.
طبعا احنا هنكتفي النهاردة بانواع الحدود من حيث الكم، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.